وفي صحيفة الشرق الأوسط لليوم الثالث على التوالي، الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بالسويداء تتواصل الاحتجاجات والإضرابات السلمية بمناطق سيطرة الحكومة السورية في جنوبي البلاد لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم شهدت 11 قرية وبلدة بريفية السويداء وقفات احتجاجية صباحية تأكيدا على الاستمرارية في الإضراب العام حتى تنفيذ المطالب وسط إغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المطاطية المشتعلة. كما شهدت قرية قسمة أيضا بريفية السويداء الشرقية إضرابا عاما وإغلاق مبنى البلدية والطرقات الرئيسية. وأشار المرصد إلى خروج المئات بمدينة سويداء الاثنين في مظاهرة احتجاجية بساحة السير وسط المدينة رافعين شعارات تنادي بالحرية وبرحيل رأس النظام. وندد المتظاهرون بسياسة حكومة النظام التي تتجاهل مطالب المواطنين بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية، مطالبين بتطبيق مشروع الإدارة اللامركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين. والجدير بالذكر أن السويداء منطقة درزية عادة ما تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والدروز هم أقلية في سوريا وهم فرع من الإسلام الشيعي.